مدير جريدة لا نوفيل ريبوبليك البارح في حصة تلفزيونية حول هذا القرار القاضي بإحالة المسؤول الأول تاع دائرة الاستعلامات العسكرية على التقاعد فيما يتعلق بالضبط بمسألة التحريات حول الفساد. قال هل هو نداء موجه للمواطنين؟ مفادوا روحوا تسرقوا كلكم، اسرقوا ونهبوا. وهذا صحيح، لأن المواطن البسيط يقدر يستنتج هكذا. يعني خلاصة، بل أننا سجلنا فيما يخصنا وأيضا الإعلام أن الأوليغارشيا زادت نشرت مجصاتها سيتنتاكول لكل القطاعات، وزادت في ابتلاع المال العام والصفقات العمومية منذ ذلك القرار، والفساد زاد انتشر بصفة مهولة. نعم، من واجبنا طرح السؤال، من المنتفع من هكذا قرار؟ المفترسون هم المنتفعون، المافيات هي المنتفعة، الفاسدون هم المنتفعون، ليس الاقتصاد الوطني، ليس المال العام. إذن اليوم السيد طرطاق، لأنه سموه هاك في وزارة الدفاع، ولكن احنا نعرف بلي هو جاي من دائرة الاستعلامات وعسكري، إذن هو ورث هيئة فارغة، غلاف فارغ. مسيو طرطاق دونك هيريتي دون كوكي فيد فيما يتعلق بالتحريات الاقتصادية، بمكافحة الفساد، إلى آخره. لأن الأمر، إذا كان الأمر يتعلق بإعادة هيكلة هذا الدائرة، s'il s'agit de restructurer ce département، alors كان المفروض الانطلاق بالهيكلة الجديدة، بالهيكلة الجديدة، حتى نجنب بلادنا عامل جديد في تهشيش الدولة، pour éviter un autre pays un facteur de fragilisation, un nouveau facteur de fragilisation de l'État. ثم أليست الجزائر نموذج لمكافحة الإرهاب دوليا؟ أليس كل العالم يعترف لنا بذلك؟ فالشرف هنا يعود للجيش الشعبي الوطني عامة ولدائرة الاستعلامات خاصة، لأن مهامها هي جوستومون في هذا المجال، الاستعلامات والتحريات وجمع التحقيقات وتوفير كامل المعطيات. نحن لسنا خبراء أمنيون ولسنا محللون أمنيون، nous ne sommes pas des experts militaires, nous exprimons une position politique. نطرح تساؤلات يطرحها كل المواطنين الجزائريين. وبالتالي لما العالم الكل يعترف لنا بهذا الميزة وهذا الخبرة، ولما تمارس ضغوط كبيرة على بلادنا على الدولة، حتى الجيش الشعبي الوطني يروح يشارك في مستنقعات الحروب الاحتلالية والدولة رافضة وهي على صواب، ونأمل أن لا يتغير هذا الموقف أيضا. فما المغزى من تفكيك جهاز الاستخبارات؟ ما المغزى من اعتقال الجنرال حسان اللي هو كان رئيس الفرع تاع مكافحة الإرهاب وبطولاته معروفة؟ نحن لا نعرفه ولا نعرف هؤلاء المسؤولين، لم نره أبدا، ولكن الأمر يخص أمن الدولة وأمن البلد. عندما نعرض هكذا مسؤول لمخاطر تدويل لتدخل محكمة الجنايات الدولية لا سي بي، عندما نعرضه للمحاكمة خارج الوطن بسبب الاتهامات الغريبة جدا، والمحامي تاعو المحامين تاعو يقولوا انه ملف فارغ،
وأنه لم تحترم الإجراءات القانونية بما فيه العسكرية، لأنه حتى في الجيش هناك إجراءات، واحد كيكون سجين عنده حقوق. فلماذا؟ هل كان هذا الأمر تمهيدا لشيء آخر؟ ولكن هذا يجيب ضرر كبير للبلاد عندما نعرض الرجال بهذا القامة، رجل اللي هو كافح الإرهاب وعنده بطولات ونحطوه في الحبس، فهذه هشش المنظمة الهيئة العسكرية والدائرة في حد ذاتها، وهو مصدر إحباط لمعنويات الجنود. هل هذا ليس مصدر إضعاف؟ est-ce que ce n'est pas un facteur d'affaiblissement؟ إضعاف لمناعة الدولة. Est-ce que ce n'est pas un facteur d'affaiblissement de l'immunité de l'État algérien et donc du pays؟ إن اختيار التوقيت للإعلان عن قرارات إن كانت إيجابية أو سلبية لا يكون صدفة، يكون دائما عنده مغزى. في الظرف الحالي في بلادنا، نظرا للمناخ المترتب عن سياسة التقشف وعن الافتراس نتاع المال العام، هذه القرارات تزيد في التوتر وتجعل المناخ السياسي ثقيل جدا. Cela rend le climat politique encore plus lourd. وسائل الإعلام، وسائل الإعلام نقلت بمناسبة هذا القرار أنه الاستخبارات، المخابرات الفرنسية والسية كانت منزعجة جدا من الاستخبارات الجزائرية ومسؤولها الأول. Donc la presse a rapporté que les services que la CIA et les services français étaient exaspérés par l'attitude du département et de son chef, du DRS et de son chef, لأنه يعني موقفهم، موقف هذه الدائرة أو تصرفاتها السيادية فيها خيرة كبيرة على الوطن. إذن بإمكاننا أن نتصور أنه قداش هما اليوم مرتاحين، لا سيا والمخابرات الأجنبية الأخرى الأوروبية، ويكونوا فرحانين مثلما الشركات البترولية المتعددة الجنسية ارتاحت لما تم إقالة يوسف يوسفي من قطاع المحروقات، لأنه بهذا يتفتح الباب وإحنا سجلنا كيف الصفقات 90% منها تروح لكبريات الشركات الأمريكية. لكن الأخطر من هذا أنه الاضطراب العميق اللي ترتب عن هذه القرارات، هذا يطرح سؤال، هذا يطرح سؤال، هل لا يمس باستقرار الهيئة العسكرية بالذات؟ ألا يمكن أن يعطي أفكار ما لداعش؟ cela ne peut-il pas donner des idées à داعش؟ قال إنه الجهاز اللي كان يعني هو مكلف هذا اليوم ضعيف فبإمكاننا. صحيح إحنا عندنا ثقة عمياء في الجيش الشعبي الوطني، عندنا ثقة مطلقة ولا نشك أبدا في وطنية عناصر الاستخبارات العسكرية أو عناصر الجيش بصفة عامة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. ولكن السؤال المطروح، هل كنا بحاجة لهكذا قرار في هذا الظرف بالذات؟ لأنه القرار يعني بهذا الحساسية يعني نزل نفكر في كل الجوانب. لقد سجلنا قراءات سطحية لهذا القرار ونحن نتفهم. الصحفيين هم مواطنين مثلنا مثل كل المواطنين، من الصعب أن الواحد
يعني يقدر يستوعب هكذا بسهولة. وبالتالي هناك بحث يعني تساؤلات، اسكو عندها علاقة مع هذا الشيء، اسكو عندها علاقة مع هذا الشيء، اسكو هذا الشيء. وهناك تصريحات سياسية أيضا اللي تبين باللي كاين تذبذب، يان غران تروبل، بوكو دو تروبل. هل الأمر يتعلق مثل ما قال البعض، قالوا ربما هذا رايح يؤدي، هذه بداية التحول السياسي، سبب ان شانجمون بوليتيك. نحن نعتبر انه العكس، نحن نعتبر انه العكس. اولا لانه التحول اللي صار كارثي منذ خريف 2014 تمثل في صعود الاوليغارشيا، فبالاضافه لافتراس المال العام اون بلوس دو لا بريداسيون ولو سيفوناج عبر لغري اغري عبر التراضي، هي بسطت السيطره نتاعها والتسلط نتاعها على الحياه السياسيه، على الاحزاب الرئيسيه اللي هي ممثله في المجالس وفي الحكومه، على وسائل الاعلام، بعض وسائل الاعلام، على المؤسسات. وهذا التسلط، هذا التسلط يضع الدوله في خطر. هذا مش تطور ايجابي، هذا تطور سلبي وخطير جدا، حيث هو يهدد القواعد الماديه للامه. دونك سيت ايفولوسيون اكستريمون دانجيروز بور ليتا، ات ايغالمون اكستريمون دانجيروز بور لي باز ماتيريال دو لا ناسيون ا كوز دو لا بريداسيون. اليوم أصبح المسؤول المركزي أو الولائي أو المحلي يعني واجب عليه، واجب عليه أنه يلبي كل أوامر الأوليغارشيا. دونك aujourd'hui tout responsable à l'échelle centrale, wilayale et communale est sommé de satisfaire toutes les exigences de l'oligarchie. هذه التطورات المتعلقة بتفكيك مهام هذه الدائرة تاع الاستعلامات، يا إما بإلغائها مثلا فيما يتعلق بالفساد، أو بتحويل جزء منها للجيش الشعبي الوطني، هل هي تمهد لبناء دولة مدنية مثل ما يقول البعض؟ نحن نقول يتوهم البعض. سي فريمون اون ايلوزيون. ويتكلم البعض عن عدم تدخل الجيش، ربما سولا اينوغور اون اير جديده، الجيش يعود ما يتدخلش في السياسه. نحن نعتقد انه العكس، انه العكس، لانه عندما تتحول مهام الى الهيئه النظاميه تاع الجيش الشعبي الوطني، هذا ما راحش يجعل الدولة أكثر مدنية، وزيد نرهق الجيش بمهام جديدة في الوقت اللي هو ديجا يواجه الإرهاب على مدار 6400 كيلومتر في الحدود، والمشاكل في غردايا وكذا. فهذا راح يعني راح يرهق هذه الهيئة النظامية، ويبدل المهام نتاعها، يبدل المهام نتاعها. نحن نعتقد انه اذا كانت وصلت الامور هكذا، يولي بلوتو يشبه حكم عسكري مش دوله مدنيه. نحن ندرك جيدا في حزب العمال انه التقهقر الاقتصادي والاجتماعي دائما يؤدي للنظام الشمولي. Nous au parti des travailleurs nous le savons et ça se produit déjà partout que la régression sur le plan économique et social mène toujours vers des systèmes totalitaires. Toujours. لأن طرحنا السؤال في البداية، كيف راح ترد الحكومة على الاحتجاجات وعلى الإضرابات وعلى الهيجان والغليان الشعبي والشباني؟ هل تستجيب أم تقمع؟ احنا شايفين في العالم كله كيف تحت غطاء مكافحة الإرهاب
حكومات زعما ديمقراطية تقيد الحريات الديمقراطية والنقابية. عدم التدخل في شؤون الأحزاب هي شهادة نقدمها نحن فيما يخصنا كحزب مستقل، مش حزب في السلطة. عمرنا ما كنا حزب في السلطة، ما دخلنا حكومة، ما تقلدنا مناصب. لم نتعرض إطلاقا لأي شكل من الضغط أو من الابتزاز أو واحد أعطانا أوامر فيما يخص التوجه تاعنا. جامي جامي نحن avons fait l'objet d'injonction d'interférence ou de chantage. نحترم المؤسسات، هي تحترمنا، تعرف مواقفنا، نعبر عنها بكل وضوح، بما فيه رئيس الجمهورية. عمره أبدا رئيس الجمهورية في اللقاءات اللي جمعتني به واللي جمعتنا به ما أعطانا أوامر أو دخل في شؤوننا أبدا. كان نقاش في الاحترام المتبادل. فهذه شهادة. نحن نعتبر أنه الحديث عن الدولة المدنية والحديث عن الديمقراطية هذا يتطلب أن يفتح النقاش حول الإصلاح السياسي الدستوري المؤسساتي العميق. نحن كحزب مستقل نحارب السياسات اللي نشوفها فاسدة أو خطيرة، وندافع عن القرارات اللي نشوفها جريئة وتخدم مصلحة البلاد أو فئة ما في المجتمع. نحن عبرنا عن رأينا بكل وضوح وقدمنا اقتراحات فيما يتعلق بالإصلاح السياسي الدستوري، وهي نفس الأسباب اللي جعلتنا نتصدى للتدخل الخارجي دوما وأبدا بمناسبة الانتخابات الرئاسية وفيما يتعلق في كل القضايا، لأنه نحن نؤمن بقدرات الشعب الجزائري ونعتبر أن السيادة الشعبية هي اللي راح تحمي البلاد. عندنا ثقة مطلقة في قدرة الشعب الجزائري على الفرز. فبالنسبة لنا بناء الدولة المدنية يعني القطيعة مع نظام الحزب الواحد مع مؤسساته البالية، يعني احترام السيادة الشعبية، الاحتكام الحر للليبر اربيتر دو بوبل دو شاك سيتويان، انه نفتح نقاش، ارجاع الكلمة للشعب هو اللي يحدد شكل ومضمون المؤسسات اللي يحتاج لها باش يمارس سيادته بالكامل، وهو اللي يحدد مضمون السياسات اللي تكون مطابقة لمصالحه فمصالح الاقتصاد الوطني. معناه حدث القطيعة مع الوضع القائم، لا روبتور افيك لو ستاتو كو مورتيل اكتوال. بالنسبة لنا هذه الدولة المدنية هي اللي تكون مبنية على الفصل الحقيقي ما بين السلطات، تكون توازن ما بين السلطات، تكون مبنية على استقلالية فعلية للجهاز القضائي، مش رئيس الجمهورية اللي يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنما قاضي اللي يتفقوا عليه نظرائه، وإنه يكون وزير الدفاع مش رئيس الجمهورية إنما وزير الدفاع يكون واحد مدني. هذه اقتراحات نتاعنا معروفة لدى الجميع وعرضناها، هذه نظرتنا، وأنه يكون هناك مجلس شعبي وطني حقيقي عنده صلاحية رقابة المال العام ومحاسبة الحكومة ومساءلتها. معناه الدولة المدنية بناءها يشترط انتخابات حرة ونزيهة كليا، انتخابات حرة، وهذا يتطلب لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات حتى ينتخب الشعب ممثليه بكل حرية والشفافية، ويتم تجريم التزوير، تجريم لا كريميناليزاسيون دو لا فرود، تجريم التزوير بطريقة فعلية وتوقيف هذا الفساد السياسي والتفسخ السياسي. بالنسبة لنا الأمر يتعلق ببناء مؤسسات شفافة
يعترف بها الشعب، يشوف روحه فيها كما يقولوا بالدارجة، لحتى نحصر البلاد pour immuniser le pays contre tous les dangers extérieurs qui le guettent. هناك قراءة أخرى لفتت انتباهنا، رجعت كثيرا، أنه صراع ما بين دي كلون، وأنه في هذه المعركة le clan présidentiel هو اللي انتصر. شكون هذا الكلون بريزيدنسيال؟ شكون اللي فيه؟ شكون اللي فيه؟ نحن لا ندري. عندما نتكلموا على دو كلون و تخوا كلون، الامر دائما يتعلق بالصراع على السلطه، بالصراع على السلطه. ولما يكون صراع على السلطه يكون فيه توجه سياسي اقتصادي اجتماعي كل شيء، لكن ما سمعناش بهذا الشيء. ما سمعناش انه مثلا ديغاس عنده مشروع مجتمع ولا عنده طموحات سياسيه باش يولي رئيس ولا دي شوز كوم سا. ما سمعناش هذا الشيء ابدا، ما سمعنا احنا بهذا الشيء. وبالتالي احنا متحفظين على هذا القراءه، جدي متحفظين، زافون دي ريزيرف. ونطرح السؤال، لنفترض انه فيه صراع، من المنتصر؟ يعني الانتصار واش الكونتينيو تاعو؟ ما هو مضمونه؟ ما هو الهدف؟ ما هو الشيء يعني تاع اللي تم انتزاعه؟ سادير سي كوا؟ سا بورتي سور كوا؟ لا فيكتوار سور كوا؟ لانه بالنسبه لنا الخاسر الكبير والوحيد هي مناعة الدولة. Le plus grand perdant dans cette affaire, c'est l'immunité de l'État et donc l'immunité du pays من خلال le détricotage, تفكيك هذه الهيئة الأمنية واللي تقدر تزعزع يعني الاستقرار نتاع الجيش الشعبي الوطني. لو كان جا الأمر يتعلق بصراع بين معسكرين لكنا نقول إما لا هذا انتصار على بيروس. Si ça avait été une guerre entre deux clans, puisque le plus grand perdant c'est l'État, c'est l'immunité de l'État et donc de la nation, nous aurions dit, mais nous sommes متحفظين على هذه القراءة, que c'est une victoire à la Pyrrhus. البعض يتحدث عن التوريث, la succession. شكون راح يجي من بعد عبد العزيز بوتفليقة؟ نحن نقول يجب توقيف هذا الهذيان، فو اغيتي سو ديليغ، لانه بغض النظر عن طموحات فلان او علان، طموحات مسؤولين ما في الدولة فيما يتعلق بالرئاسيات، فالانتخابات المقبلة ان كانت تشريعية او رئاسية، ان كانت مسبقة او في موعدها، راح تكون بفصالية. Elles seront décisives. Les élections prochaines seront décisives pour la nation. Les annous tazouir, l'intéchabet, يعني المرة الجاية سوف يترتب عنه الزج بالجزائر في الفوضى, dans le chaos. الشي اللي ما صراش يوم 17 أبريل 2014 لو يتكرر تزوير, لو يكون تزوير, راح يغرق البلاد في الفوضى، لأن المعنويات نتاع الأغلبية تغيرت لأنه